ونعملكم فعالية المعجونة. بالأول نشرح لكم المكونات: كاستين طحين، زيت، وكاستين ماي، وربع كاسة ملح الليمون، وملح، وآخر شيء صبغ الطعام. أول شيء منحط الطحين. يلا ونضيف عليها الماي. وبعدها بنحط الزيت. وين الزيت؟ ما عندك؟ ما هسه الملح. ونضيف عليه صبغة الطعام. نبدأ نخلط. يلا مريم جربي. أساعدك؟ لا ما أعرف. وهيك نعمل احنا المعجونه. هيك الخليط صار جاهز، لونه صار زهري، ونحطه بالكلاي. ندير الخليط على الكلاي. نخلطها وهي على النار. يلا هي صارت عنا المعجونة. هي صارت المعجونة